بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور صالح الدسوقي، أستاذ الطب ورئيس قسم الغدد الصماء في جامعة ولاية ميشيغان في إيست لانسينغ ميشيغان، وأنا أتشرف بزيارة بلدي الثاني مصر مرات عديدة يعني، وشاركت بهذا المؤتمر. فأشكر البروفيسور الدكتور علي العباسي على استضافتي، وكذلك أشكر القائمين على هذا المؤتمر الذي أفخر به. لقد طلب مني أن أتحدث بعض الشيء عن الأمراض الشائعة في تخصصنا، تخصص الغدد الصماء، وهذه الأمراض هي التي تناقش في هذا المؤتمر، المؤتمر 21 للجمعية المصرية لأمراض الغدد الصماء والسكري والبدانة. فأمامي أسئلة ربما يسألها الناس للتعرف على الأمراض الرئيسية في تخصصنا. السؤال الأول مثلا، كيف يصاب الإنسان بالسكر؟ السكر أو مرض السكري نوعين، النوع الأول عادة يصيب صغار السن واليافعين، ولكن قد يصاب به آخرون في أي سن، وينشأ عن فقدان كامل تقريبا لعمل غدة البنكرياس، وغدة البنكرياس هي التي تفرز الإنسولين، والإنسولين هو الذي يساعد الجسم على استعمال السكر، وبالتالي يحافظ على مستوى طبيعي للسكر على مدار الساعة، لأن ارتفاع السكر يؤدي إلى مضاعفات حادة ومضاعفات طويلة الأمد. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو الذي في الغالب في معظم الحالات ينشأ نتيجة الوزن الزائد، والجسم لا يزال يفرز الإنسولين، ولكن الجسم لا يستطيع استعمال الإنسولين بفعالية، وهذا يسمى بالإنجليزي insulin resistance، يعني الجسم بيقاوم الإنسولين، وبالتالي السكر بيرتفع بالدم بنفس الطريقة اللي بيرتفع فيها في النوع الأول من السكري، وهذا له مضاعفات عديدة، يؤثر يحدث عنه تبول كثير، شرب ماء كثير، ضعف عام، وكذلك مضاعفات خطيرة أحيانا إذا ارتفع السكر بشكل كبير، والمضاعفات الأخرى طويلة الأمد والتي تحدث في كلا النوعين من السكري، مثل تأثير على النظر، فقدان النظر على المدى البعيد، فقدان عمل الكلى، وهكذا الإصابة بالشلل نتيجة الإصابة بالدماغ، وكذلك أمراض القلب. الأعراض، سؤال آخر، أعراض الإصابة بالسكر، وقد غطينا بعضها. إذا الإنسان متعود مثلا يستعمل الحمام للتبول عدد معين من المرات متعود عليه، وفجأة بيبدأ يتبول كثيرا ويعطش كثيرا، فهذا عرض مهم جدا قد يشير إلى السكري، لأنه إذا ارتفع السكر في الدم يؤدي ذلك إنه الجسم بيتخلص من السكر ويحدث التبول الشديد. مرات النظر، حدة النظر، بصير النظر يزغلل، وهكذا ضعف عام، أحيانا بصير في الأقدام أو بالأصابع نوع من النمنمة، الأعراض دي من الأعراض برضو المعروفة للسكر، وهكذا. طبعا نسبة الإصابة مثل ما حكينا، نسبة الإصابة بالسكري النوع الأول تكلمنا أنه يصيب صغار السن، ويحدث تقريبا بمعدل 5 إلى 10% من كل حالات السكري في أي مجتمع بشكل عام، وال 95% الأخرى هي من النوع الثاني، وتقريبا معدل الإصابة بالنوع الأول
هي تقريبا متشابهة في دول العالم وتتعلق بأمراض بوراثة الجينات المتعلقة بالمرض. أما النوع الثاني والذي يأتي من زيادة الوزن فيختلف من بلد إلى بلد. للأسف الدول العربية وأنا متأكد ربما مصر كذلك تعتبر من البلدان التي معدل الإصابة فيها بالسكري من النوع الثاني تعتبر عالية جدا. أعتقد النسبة قد تتجاوز 10 إلى 15% وربما أكثر في بعض الدول الأخرى العربية في المنطقة. طبعا تكلمنا عن السؤال الآخر يتعلق بالمضاعفات وتكلمنا عنها. النوع الأول من السكر في من المضاعفات الخطيرة جدا اللي هي الحموضة، حموضة بالدم اللي بينشأ عن نقصان الإنسولين، وهذه المضاعفة شديدة جدا وتؤدي بالمريض إلى الذهاب للطوارئ وربما إلى العناية المركزة لشدة المرض. طبعا كيفية العلاج من مرض السكر يتساءل الناس عن ذلك، وطبعا نتيجة شيوع مرض السكر الناس على دراية بالأدوية، والدواء الرئيسي في النوع الأول بالذات هو الإنسولين بأنواعه المختلفة، ويعطى بالحقن أو بمضخة الإنسولين، وهذا متطلب ضروري للحياة في النوع الأول من السكر. أما النوع الثاني، النوع الثاني من السكر الذي يأتي نتيجة الوراثة والبدانة وزيادة الوزن، فقد لا يحتاج إلى إنسولين في معظم الحالات إلا في المراحل المتأخرة، ولكن الحمية، تجنب السكريات، تنقيص الوزن، زيادة النشاط الرياضي والفيزيائي، كل هذه قد تساهم بشكل فعال في تخفيض السكر، بالإضافة إلى الأدوية المختلفة مثل منشطات البنكرياس والأدوية التي تعمل على تخفيض الشهية للأكل والأدوية التي تعمل على التخلص من السكر عن طريق البول وبالتالي تخفيض السكر في الدم وهكذا. فالنوع الأول من النوع الثاني من السكر قد لا يتطلب الإنسولين، ولكن في المراحل المتأخرة ربما يلزم الإنسولين. السؤال اللي تكلمنا فيه قبل قليل هو ما هو مرض السكر وكيف ينشأ، وينشأ عن إما فقدان إفراز الإنسولين بشكل كامل أو مقاومة الجسم لعمل الإنسولين. في سؤال يطرحه الناس وبالذات النساء وبالذات الشابات في فترة الحمل، هناك مرض السكري في الحمل وهو مرض شائع جدا، وأيضا هو أقرب للنوع الثاني من السكر منه من النوع الأول، لأنه ينتج عن الزيادة في الوزن بالإضافة إلى الهرمونات التي تتعلق بالحمل والتي تفرز من المشيمة، وكلها هرمونات ترفع سكر الدم ولذلك ينشأ سكر الحمل. فهناك فحص يقوم به أخصائي النساء لكل النساء الحوامل في بداية الحمل، يختلف من بلد إلى بلد، بعضهم ينصح بالكشف المبكر مثل الثلث الأول من الحمل، وبعضهم ينتظر إلى الثلث الثاني بعمل فحص السكر وهو شرب السكر 50 جرام ثم فحص السكر بعد ساعة، وإذا ثبت سكر الحمل فعلاجه يتم بالحمية وأحيانا بالإنسولين، وهناك أدوية أخرى كشف عنها مؤخرا.